شخصية سياسية كبيرة بالبصرة نسق مع الكاظمي وراء جوحي ومشرق عباس من أجل يرسلوني من البصرة إلى البيت الصيني، وبعد ذلك تم نقلي من البيت الصيني إلى مطار المثنى. وهذا الموضوع يعني مو ببلاش صار، رائد جوحي أخذ بي ومشرق عباس أخذ بي. مسؤول حكومي بالبصرة؟ شخصية سياسية بالبصرة. سياسية لو عندها منصب ما راح أقول لك منه. لكل حادث حديث. جميل، انت واضح هسه ما اريد اورطك بالحوار حتى لا تشبع دعوة قضائية. ايش موجود بمطار؟ لا مليت بالدعوة بعد ما اقول لك بعد وين ودوني. ليش الاعتقالات تتم بالبيت الصيني وبالمطار؟ وشنو شكو بالبيت الصيني شكو وبالمطار شكو مطار المثنى؟ بالتأكيد يعني البيت الصيني هم اللي يأخذوك ويكملون لك التقرير الكامل وبعدين يرسلونك إلى الهيئة التحقيقية في مطار المثنى اللي يقومون هناك بعملية تعذيبك وانتزاع الاحترافات بقوة من شخص معروف اللي يلقبون لعمه فكرة. وأنا أتحدث لك بصراحة يعني اليوم القضاء بريء من الموضوع، لأن القضاء تجي أركان الدعوة كاملة واحترافات بالقوة وأنت تبصم وأنت ما تشوف عيونك يعني. بس معلومة حتى لا تروح شيخ، بس معلومة، البيت الصيني اللي موجود بالحارثية بي معتقل بي سجن سري؟ شنو بي لو بس هيك يعني غرفة يقعدوك وبعدين يودوك المطار؟ لا لا بي 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 سجن خاص تقريبا يخلوك بيها وتبقى مثلا حسب دعوتك تبقى 5 أيام تبقى 10 أيام تبقى شهر بعدين ينقلوك للمطار المثنى للهيئة التحقيقية. شنو هناك بالمطار المثنى؟ شنو كل شيء تريد كل شيء وكلاشي نتن خلي تعرف الآن تعذيب. الآن إذا اريد يتابعنا سيد رئيس الوزراء حتى يعرف إنه البيت الصيني موجود بيه المخابرات مطارس بيه نتل بالكهرباء يخلوا لك خاولي على خشمك ويخلوا لك مي عليه ويقعدون على صدرك ويأخذون احترافات من عندك بالقوة وينكلون بيك بالكهرباء. عندهم السدية معروفة بمطار المثنى. شنو هاي؟ تعذيب يعني هاي العقرب والمادر شلون يعني فد أشياء غريبة يربطون يديك وكذا يعني يدمروك تدمير. أنا لحد الآن فقراتي بسبب الاحتقال وهاي حتى آثار التعذيب. شو آثار التعذيب هاي بإيدي وكل مكان يعني بجسمي وأنا هاي ثبتتها لدى محكمة الجنايات بالبصرة. نعم طيب شنو اللي صار؟ يعني التعذيب مرعب هناك، التعذيب مرعب يعني حتى اللي ما عنده شيء اللي يدخل بدعوة يطلع بعشر دعاوى. هذا أمه داعيتنا اللي يبقى على دعوته. الشبكة اللي ذكرت أسماهم الآن أكو غيرهم؟ نعم. الشبكة ذكرت لي شبكة مرتبطة برئيس وزراء السابق وأسماء، أكو شبكة رديفة يعني مثلا اللي موجودين هذول دا يشتغلون كمحققين؟ لو هو فكرة عمه هناك، عمه موجود بالمطار المثنى. شنو هذا؟ هذا فكرة. هو يشرف على التعذيب وعمليات التعذيب فكرة، وواحد اسمه يسمونه عفيف عفو وواحد اسمه نبراس، هذول هم 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 هناك ابطال الفيلم اللي يسوون لك الاكشنات مالتهم. دول شنو دول؟ ضباط محققين؟ شنو دول محققين؟ انا ما اعرفهم ضباط محققين، ما اعرفهم شنو. يجون يحققون لك يشدون عيونك يحطون يطقون لك بجامعات شلبك ايش اسمه العفو شناطه وياخذوك ويشدون عيونك وتبدي يقول لك سوي لك حفله، اليوم نسوي لك حفله